تعال نروح على البرلمان وتحديدا غرفته مجلس النواب. مجلس النواب بيناقش الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية، خد بالك بقى من دي، خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي. معانا على التليفون سيادة النائب المحترم أستاذ مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، واللي اتشرف دايما بأنه أخويا الكبير وصديقي العزيز. ازيك يا سيادة النائب؟ مساء الخير يا أستاذ يوسف، على حضرتك وعلى كل أهلنا وكل الشعب المصري وكل المشاهدين. مساء النور عليك يا أستاذ مصطفى. في مناقشاتكم للموازنة العامة وتحديدا يعني باعتباري من أبناء صفوف اليسار، خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية يا أستاذ مصطفى. أستاذ يوسف، يعني دعنا نتحدث إن الموازنة تمت في ظل أوضاع يعني ظروف عالمية أدت لارتباك المشهد على الأوضاع المالية والاقتصادية على العالم كله، ومصر طبعا جزء من العالم لا يتجزأ يعني، ونتأثر بهذه الأوضاع سواء بشكل مباشر أو شكل غير مباشر. عشان كده كان مفترض على الحكومة المصرية إن هي تتخذ يعني التدابير الاحترازية اللازمة لنتيجة هذه التأثيرات. التأثيرات دي بتؤثر على العديد من الأوضاع والأسعار، خاصة في المواد البترولية، في سلاسل الشحن، في تكاليف التمويل، تكاليف الاقتراض، في المواد الغذائية. دعني أتحدث عن بعض المعلومات في البداية أستاذ يوسف، يعني ونشوف التأثير ده أثره إيه على الموازنة عشان المشاهد يكون موجود معنا في الصورة. مصر بتستورد كل سنة 120 مليون برميل بترول سنويا. سعر برميل البترول يا أستاذ يوسف كان ب 60 دولار، ارتفع إلى 120 دولار، يعني ده أدى لمضاعفة تكلفة استيراد البترول في الموازنة الجديدة، ارتفعت من 7.2 ل 14.5. القمح كان بنستورد حوالي 12 مليون طن قمح، منها 6 مليون للحكومة و6 مليون للقطاع الخاص، ارتفع السعر من 250 دولار ل 500 دولار للطن، حمل الموازنة 3 مليار، ده طبعا هيؤدي لتضاعف التكلفة. طبعا القروض كان احنا بنسدد العام الموازنة الحالية 513 مليار، الموازنة القادمة 965 مليار، والفوائد ارتفعت من 579 ل 690 مليار. الموازنة يعني اجمالي الاستخدامات فيها يا استاذ يوسف الموازنة القادمة 3 تريليون و66 مليار و314 مليون، بتمثل حوالي 33% من الناتج المحلي الاجمالي، بتتضمن مصروفات 2 تريليون و71 مليار، وايرادات حوالي تريليون و518 مليار. الحكومة والدولة المصرية كانت حريصة على عدد من البنود، خاصة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية للمواطن. عشان كده لما بنبص في أرقام الموازنة بنلاقي إن الأجور ارتفعت في الموازنة الجديدة من 361 مليار ل 400 مليار. الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفعت من 321 مليار ل 356 مليار. الاستثمارات، وده فيما يتعلق بخطة التنمية الاقتصادية اللي حضرتك بتسأل عليها، هترتفع من 358 مليار ل 377 مليار، وكان في حرص من الدولة المصرية وده بتوجيهات القيادة السياسية والسيد الرئيس على ضرورة الحفاظ على استمرار العمل في المبادرات المهمة زي مبادرة حياة كريمة، ان لا يتوقف العمل بها، لان دي بتحقق طموحات الشعب المصري كله وتجسيد حقيقي لحقوق الانسان، الحق في التعليم، الحق في الصحة، الحق في كل الخدمات. فكان في يعني توجيهات واضحة وصريحة من السيد الرئيس للحكومة المصرية وهي بتعد الموازنة أن تحافظ على هذه الاستحقاقات فيما يتعلق بتنفيذ مبادرة حياة كريمة. كان هناك توجيهات أيضا بوضع 130 مليار جنيه احتياطي، كان في موازنة العام المالي الحالي 106 ارتفعت ل 130 مليار. كان هناك حرص على تحقيق الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بالتعليم والصحة والبحث العلمي في 865 مليار جنيه في الموازنة الجديدة يا أستاذ يوسف، منها 310 مليار للصحة، 476.3 من عشر للتعليم الجامعي وقبل الجامعي،
79 مليار و3 من عشرة للبحث العلمي، جملتهم 865 مليار. ده يعني عشان نلتزم بتطبيق الاستحقاقات الدستورية. أيضا يعني في عدد من المؤشرات الإيجابية، الموازنة بتتضمن تكلفة تعيين 30 ألف معلم، تكلفة تعيين 30 ألف طبيب وصيدلي وخلافه، 5 مليار لتطوير العشوائيات عشان المناطق الغير أمنة تتحول لمناطق أمنة. ده احنا واحنا بنشتغل على خطة التنمية الاجتماعية هو. و 6 مليار لدعم الصادرات، في 6 مليار لدعم الصادرات. في الانفاق، اي موظف في مصر كان بيحصل على هيحصل على 2500، مش هياخد على الضرائب لان ارتفع حد الاعفاء الضريبي من 24000 ل 30000. هل هتستمر مناقشه الموازنه العامه لبكره استاذ النائب، ولا تنتهي هذه المناقشه بنهايه اليوم؟ لا طبعا هتستمر لبكره. النهارده كان في الاستماع لتقرير اللجنه، عرضوا استاذنا واخونا الدكتور فخر الفيجي رئيس اللجنه، وتم مناقشه يعني من عدد كبير من السادة الزملاء، وكان بحضور السيدة وزيرة التخطيط ووزير المالية. وعلى فكرة الحكومة استجابت فورا لبعض الملاحظات يا أستاذ يوسف. حلو. أنا شخصيا كنت تحدثت مع الدكتور معيط عن عدم تحويل مخصصات مالية لمحافظة سوهاج ب 300 مليون مسبقا خلال الأيام المسبقة، وسألته النهاردة في الجلسة وكانت إجابته واضحة عن تحويل 520 مليون لمحافظة سوهاج لدعم الاستثمارات والمشروعات في المحافظة. هتستمر المناقشات غدا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء غدا من مناقشة الموازنة العامة للدولة بإذن الله. أنا بشكرك جدا 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 سيادة النائب، كل الشكر سيادة النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.